في مواجهة شقيقة المنتخب السوري للناشئين تشكيلة الأحمر العماني. في حراسة المرمى مرشد الحمحمي، حمزة العيسري، سالم العبدلي. لاعبي المنتخب السوري، الكرة على الطرف الأيسر واصلة لدفاعات المنتخب السوري. أمامية الكرة مرسولة خطيرة الآن على مشارف منطقة الجزاء، هل يأتي التقدم والمرور؟ الكرة والعرضية حاضرة خطيرة، برافو برافو، الإبعاد كان حاضر في الكرة الماضية بعد فرصة كانت خطيرة وبعد كرة كانت للمنتخب السوري، أبعدها بشكل ممتاز مدافع منتخبنا الوطني، مدافع منتخبنا الوطني المميز اللاعب سالم سليمان اللي يبعد الكرة داخل منطقة الجزاء. خطيرة الكرة الآن للمنتخب السوري، تسديدة ولكن مرت بسلام إلى خارج أرضية الملعب. حاضرة مستمرة، التدخل يأتي وحكم المباراة يطالب بالاستمرارية. لا زالت الكرة تنقل بشكل ممتاز على مشارف منطقة الجزاء، المرور يأتي، تسديدة ولكن التصد هوج فيها منتخبنا الوطني للناشئين ببطولة كأس آسيا. نكمل بعد هذه الكرة للمنتخب السوري داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة للمنتخب السوري، البحث عن التقدم والمرور ولكن مرشد برافو برافو مرشد البداعي في أول كرة راجعة مرة أخرى للمنتخب السوري، الكرة الخطيرة ولكن في الأخير الكرة من الدفاع تبعد بشكل ممتاز إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. نركز يا شباب نركز يا شباب، هنا الكرة، هنا الهفوة الدفاعية اللي كانت حاضرة، المرور اللي كان موجود، الكرة التي لعبت ولكن كان حاضر بشكل مميز حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي السويق مرشد الحمحمي اللي أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب السوري. ترسل الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، برافو يا مرشد برافو يا مرشد، تصدي ممتاز جدا من مرشد الحمحمي بعد رأسية، شوف العادة شوف العرضية اللي كانت حاضرة والرأسية ومرشد. الكرة مرتدة للمنتخب السوري، برافو برافو المعتصم، قطع الكرة بشكل ممتاز، يلعب الكرة الأمامية خطيرة للأحمر، خطيرة للأحمر، هي جول. لا كل مجموعة في بطولة كأس آسيا البحرين 2020 للناشئين 16 منتخب. الكرة بتلعب لمنتخبنا الوطني، أمامية مرسولة الآن ولكن خروج من حارس المرمى خاطئ، هذه الكرة هذه الكرة خطيرة، ضاعت الكرة الماضية بعد خطأ فادح من محمد حسيني، ضاعت الكرة الماضية، الفرصة اللي كانت من قبل لقمان، لقمان شوف الكرة الماضية شوف الخطأ، أوهو شوف الخطأ اللي كان ولكن لقمان محمد حسيني اللي تصدى للكرة بالشكل المطلوب. راجع الكرة مرة أخرى لمنتخبنا الوطني، خذوا هات حاضرة، التقدم يأتي الآن، التسديدة حاضرة ولكن بتنقل الكرة على الطرف الأيسر من قبل محمد، تسديدة حاضرة ولكن أو في هذه التصفيات لعب المباراة الأولى أمام المنتخب الباكستاني. نكمل بعد هذه الكرة، التقدم يأتي، الكرة حاضرة ملعوبة، الله شوف الإعادة، التقدم كان مشاري، أوه الله على كرة وعلى مرور وعلى لمسة وكرة مرت في الأخير، اللعب مأمون العريمي وكسب خطأ على مشاري الأحسني مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا منقول الكرة على الطرف الأيسر راجعة مرة أخرى للمنتخب السوري، أمامية والتسديدة تأتي ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى ستكون حاضرة لمنتخبنا الوطني للناشئين. عند دفاعات المنتخب السوري لم تستغل الكرة بالشكل المطلوب، راجعة مرة أخرى المنتخب السوري، المعتصم في منتصف الملعب يقوم بمهامه على أكمل وجه. نعم مشاهدينا متابعينا عبر قناة عمان الرياضية، الكوري تشاي سانغ يوب يعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. متابعينا عبر قناة عمان الرياضية نعود إليكم هنا في اللقاء الذي يجمع منتخبنا الوطني العماني للناشئين بمنتخب سوريا للناشئين في هذا المساء ضمن تصفيات نهايات كأس آسيا
والركلة الحرة القادمة في الدقيقة الثالثة، في الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الثاني إن شاء الله تمر سلامات على مرمى مرشد. الخطة والركلة الحرة مرسولة داخل منطقة الجزاء، مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية كانت خطيرة، ولكن في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب، الكرة واصلة وموصلة لصالح لاعبي المنتخب السوري. أمامية مرسولة بشكل ممتاز، بشكل ممتاز الكرة بتبعد من مدافعي منتخبنا الوطني إلى خارج أرضية الملعب. هنا المرور اللي كان حاضر الكرة الأمامية لعب المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، خسر بنتيجة 1-4، خسر بأربع أهداف. نكمل بعد هذه الكرة الأمامية على مشارف منطقة الجزاء، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كان المنتخب بقيادة المدرب يعقوب الصباحي، وكان آنذاك مدرب حراس منتخبنا الوطني لناشئين الكابتن شاكر ربلوشي اللي كان مسؤول عن يوسف وعن عمار، أيضا هما الحارسين المميزين من نادي السويق. أيضا هذه الكرة وهذا المتميز، حاضر مرشد كنت واصل لمعلومة مرشد الحمحمي، أيضا حارس نادي السويق. وبالمناسبة الصدفة الأخيرة ومن محاسن الصدف طبعا مدرب حراس منتخبنا الوطني للناشئين حاليا الكابتن قبل خوضة ضمار التصفيات 20 مباراة استعدادية لعبها منتخبنا الوطني للناشئين، 3 معسكرات خارجية. المعسكر الأول كان لمنتخبنا، نكمل بعد هذه الكرة المنتخب السوري. عيني عليك باردة يا مرشد بسم الله ما شاء الله، تصدي رائع كان من مرشد، أنقذ منتخبنا الوطني من فرصة وهدف محقق. التسديدة اللي كانت حاضرة من قبل اللاعب أنيس قاسم قوية كانت، شوف الكرة دربكة دفاعية كانت حاضرة، قطعت الكرة لعبت والتسديدة. برافو مرشد الحمحمي، تصدى للكرة الماضية وأبعدها إلى خارج أرضية الملعب للمنتخب السوري. الركلة الركنية بتلعب، راجع لعبد الرحمن الجابري، أبعد كرة عبد الرحمن، يلا يا الشباب الكرة الأمامية الآن لمنتخبنا الوطني، التقدم يعتبر المرور، التقدم، الكرة لا زالت تسديدة، مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هذه أيضا واحدة من الفرص اللي ضاعت، شوف الكرة، شوف التقدم، عبد الرحمن كان في مكان، خمسة وستين دقيقة مرت وانقضت على أحداث هذا اللقاء. إلى الآن منتخبنا الوطني متعادل، فرصة للمنتخب السوري، تسديدة تأتي مرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. ننتظر الهدف العماني وننتظر التقدم بالنتيجة. راجع الكرة للمنتخب السوري، خطيرة الكرة، المرور يأتي، العبور، الكرة على مشارف منطقة الجزاء للمنتخب السوري، لا زالت التسديدة حاضرة والتسديدة، الله، الكرة للأحمر، يلا يا الشباب نتقدم، الكرة الأمامية الجابري، ولكن الكرة لم تصل، عبد الرحمن خطفها، يلا يا عبد الرحمن، يتقدم عبد الرحمن، يلعب له كرة بشكل ممتاز، الجابري خطفها، تقدم فيها عبد الرحمن، لعبها ولكن المتابع راجع مرة أخرى للمنتخب السوري، التسديدة تأتي ولكن مرت سلامات إلى خارج أرضية الملعب. تقدم فيها عبد المجيد، وصل الكرة لمشاري، يلا يا مشاري، ننتظر الكرة، أمامية للأحمر، هي أمامية، الكرة بتلعب، راجع مرة أخرى، ركلة جزاء للمنتخب السوري، ركلة جزاء للمنتخب السوري بإشارة من الحكم الكوري تشاي سانجيوب، يشير إلى وجود ركلة جزاء. لا أدري هذه اللقطة قرار المرشد
أمام علي الرينا ركلة جزاء المنتخب السوري. إلى أين سترسل الكرة القادمة؟ أنت بطل، أنت بطل. مرشد الحمحمي يتصدى لركلة الجزاء، وفي عيني تصدي فايز يا مرشد. تصدى لركلة الجزاء مرشد الحمحمي، تصدى لركلة الجزاء مرشد الحمحمي. بطل، بطل يا مرشد. يا رب يا رب تعدي هذه الكرة. عدت، عدت على خير، اللهم لك الحمد. بطل مرشد، بطل مرشد، بطل 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 يا مرشد. هنا الكرة، هنا علي، علي الرينا تقدم، ولكن من فقدك لنقاط المباراة. الكرة الأمامية الآن، عبد الرحمن الجابري مر بشكل ممتاز. عبد الرحمن يتقدم، عبد الرحمن عدى، يلا يا عبد الرحمن، هي هي هي، الله. هذا العماني البطل، هذا العماني البطل، عبد الرحمن الجابري يسجل هدف، يسجل هدف عن 100 هدف. الله يا الأحمر، الله الله يا عبد الرحمن. شوف في المرور، شوف في الكرة، الله 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 الله. لعبة كبار، لعبة كبار. عبد الرحمن يسجل هدف في الأمان، يسجل هدف في الأمان. عليك الأمان يا ضربان.